عملتوا هذا المسح في كم محافظه؟ وسالتوا مين؟ وعملتوه ازاي؟ اتفضل. انا سعيد في الاول بوجودي مع حضرتك شرف. وان انا اطل على المشاهدين من خلال حضرتك ومن خلال شاشه حضرتك يعني. اتفضل. مسح استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بالطرق واحد المسوح الهامه اللي نفذها جهاز المركز التعبئه العامه والاحصاء في الفتره الاخيره. نعم. وده جاي في اطار توجيهات السيد رئيس الجهاز ستلوه خيرت بركات. نعم. بقيام الجهاز بمواكبه او التمشي مع كل ما تنتهجه الدوله من مبادرات في الوقت الراهن. طبعا حضرتك عارف ان احنا في مبادره للدوله دلوقتي بالتحول لاستخدام الغاز الطبيعي. نعم. بديلا كوقود عن الوقود التقليدي. نعم. كمان في مبادره للدوله اخرى باحلال المركبات القديمه اللي هي قديمه الصنع. نعم. قبل سنه 2000 باخرى حديثه. نعم. كان لازم جهاز الاحصاء يقول وجهه نظر حائز السيارات او مالكيها اتجاه المبادرات دي ايه. كان لازم نقول برضو شبكه الطرق الحديثه المجتمع المركبات في مصر استخدمها ولا ما استخدمهاش. نعم. يعني كنا محتاجينها او مش محتاجينها. بمعنى دقيق يعني. نعم. يضاف لي كده انه المسح ده له اهميه كبيره في او بيعاون متخذ القرار في تحديد الاحتياجات المستقبليه من الوقود. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو انا عرفت ان مجتمع المركبات بتاعنا بنتكلم في 11.6 مليون مركبه ليه معدلات زياده سنويه. ده عدد العبارات في مصر. لا عدد المركبات 11.6 مليون. 6 من 10 مليون مركبه. ده في خلال بكل انواع. بكل انواع في فضل. خلال عام 2020. لو تتبعنا سلسله المركبات في سنوات سابقه بنعرف معدلات الزيادة السنوية زي المعدلات بتتطلب توفير وقود قد إيه أقدر أوازن بيه بين احتياجات السوق بصفة مستمرة يعني. عشان أوفر الوقود. عشان أوفر. أيوة. عشان أوفر الوقود. نعم. للمجتمع وما يحصلش فيه أزمات زي اللي شفناها. زي الموجودة في بريطانيا. بريطانيا بقالها أسبوعين ما شاء الله يعني طوابير نقص وقود وعندهم أزمة ضخمة. محطات الوقود في بريطانيا ما فيهاش وقود للمركبات دلوقتي. فإحنا هذا المسح بنساعد بيه متخذ القرار في دراسة إمكانية توفير الوقود المستقبلي أو تقدير الاحتياجات المستقبلية من الوقود. التجاوب مع مبادرات الدولة حول التحول للغاز الطبيعي. نعم. أو إيه اللي عملناه؟ هذا المسح فضل. اتنفذ فضل. زي ما قلت لحضرتك من خلال على مجتمع المركبات. بنتكلم على وقود. بنتكلم على مجتمع مركبات وطرق. نعم. فيما يتعلق بمجتمع المركبات زي ما ذكرت لحضرتك احنا. نعم. 11.6 مليون مركبه. نعم. احنا في الـ في الـ في الـ العينه يعني. عملنا عينات ايه؟ العينه بناخد العينه من المجتمع. ايه هو مجتمعنا اللي هم ال 11.6 مليون مركبه عدا استثنينا منهم المركبات الدبلوماسيه. نعم. المركبات تحت الطلب. نعم. اللي هي ممكن ما تتشافش في وحدات المرور. نعم. لانه عددها قليل فدي كان العدد ده في حدود 400,000 مركبه من ال 11.6 يبقى المتبقي 11.2 مليون مركبه. ده تمثل مجتمع المركبات. نعم. منها سيارات خاصه اكتر من 5 مليون مركبه من الخاص. 377 مركبه من الاجره. الاوتوبيسات 77,000. لا 377,000. الاوتوبيسات 159,000. النقل 1.5 مليون. النقل بمقطوره 104,000. الدراجات الناريه 3,600,000. التوك توك. توك مش باين هنا هو ليه اخفنات توك توك. 226,000. 226,000 ده المرخص. واحنا بنتكلم عن المجتمع. أيوة. المرخص. لحقت حضرتك نفسك. انه الرقم الموجود والمدقق لحد دلوقتي حوالي 3 مليون وشويه. هو ده. لا انا بقول لحضرتك المدقق. ما انا عشان كده ايه حضرتك قلت ايه المرخص. المرخص طبعا احنا حضرتك بنعتمد برضو. نعم. كان لازم نذكر دي في الاول. ان احنا بنعتمد في بياناتنا على بيانات المرور. من زمان.